ارتفعت سوريا مرتبتين على مؤشر حرية الصحافة الخاص بمنظمة مراسلون بلا حدود عما كانت عليه في العام الماضي، وسط استمرار القيود الكاملة على عمل الصحفيين في جميع المناطق الخاضعة لأطراف النزاع. وجاءت سوريا في المرتبة 71 بعد 100 على مؤشر المنظمة، والذي شمل 180 بلدا. ورغم هذا الارتفاع البسيط، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال هي المنطقة الأصعب والأخطر على سلامة الصحفيين وفق ما قالته المنظمة، موضحة أن ممارسة العمل الصحفي لا تزال خطيرة جدا في بعض البلدان ومنها في سوريا. ينضم إلينا حول هذا الموضوع أحمد مراد، رئيس تحرير مؤسسة النمسا إنفوغرات ميديا، وهو معنا من فيينا. ورحب بك أستاذ أحمد. أكثر من جهة اليوم أصدرت إحصائيات حول الانتهاكات المتعلقة بالصحفيين، لكن هناك بعض الاختلافات في هذه الأرقام. كيف تختلف عملية التوثيق بين منظمة وأخرى؟ تحياتي زميلة نور، جميع السادة المشاهدين لقناتكم الكريمة. فأنا بسمع صدى بس. سنعمل على حل ذلك. يعني طبعا في هذا اليوم يعني نؤكد على أن لسوريا الحرية والكرامة وللصحفيين الأحرار الذين فعلا اختاروا طريقهم بعيد عن هذه المنظومة المسيطرة على الحكم في سوريا وعلى الشعب وعلى الأرض وعلى كل ما 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 ما, ما يقيم فوق هذه الأراضي. فلذلك تحية إعزاز وإكبار لكل سوري حر فعليا استطاع أن يخرق هذه المنظومة وينقل الصورة الحقيقية حول الواقع المرير الذي تعيشه سوريا. في الموضوع الذي تفضلت فيه باختلاف الأرقام بين يعني العديد من المنظمات التي تساهم أو تشارك بشكل أو بآخر بإحصاء هذه الأرقام، طبعا لأن نعلم يعني يوجد العمل الإعلامي، نعلم يوجد معايير لكل جهة، يوجد معاييرها، يوجد آلياتها، يوجد أدبياتها التي تقوم عليها. يضاف على ذلك أن مع الأسف موضوع التمويل الذي يدخل دائما يعني وبالجهة الداعمة والجهة المشغلة يعني تسيطر بشكل أو بآخر، في حال يعني كنا نتحدث عن الفروقات التي تفضلت بها. أما الشيء اللافت للنظر صراحة أن ارتفاع سوريا درجتين باتجاه الأفضل يعني على هذا منظمة مراسلون بلا حدود التي هي فعليا يعني تعتبر مؤشر عالمي وجميع الدول تعتمد عليها، يعني إن كان في أوروبا إن كان في أمريكا في كل العالم بغض النظر عن مدى الاعتراف بها. يعني غالبا الدول الدكتاتورية والدول التي تقصي الإعلام والصحافة وتحاول يعني السيطرة على الرأي طبعا هي لا تعترف بهذه الأرقام ولا تراها مجدية، لأن هي معايير الصحافة ومعايير حرية الرأي والتعبير ونقل الخبر يختلف يعني صراحة عن الدول المتقدمة. أنت تستنكر يعني نعم. تحسن وضع سوريا في مؤشر حرية الصحافة؟ قد يكون ذلك أستاذ أحمد مرتبطا بموضوع انخفاض الانتهاكات، وكنت أود أن أسألك عن هذه النقطة. موضوع انخفاض الانتهاكات، انخفاض عددها يعني، وأيضا يعني تحسن موضوع حرية الصحافة حسب المؤشر، هل يعني ذلك كوننا نعرف طبيعة النظام، هل يعني ذلك أنه لم يعد هناك من عمل صحفي في سوريا حتى يحاسب عليه الصحفيون أصلا، لا في مناطق النظام ولا في مناطق يعني سألتي وأجبتي زميلة نور. يعني فعليا هذا الموضوع دقيق جدا، ولكن أنا صراحة سأذهب بطريقة مختلفة. أنا أعتقد أن سوريا يجب أن تأخذ المركز الأول في حرية الصحافة والإعلام. قولي لي لماذا؟ شاهدنا جميعا يعني الأسبوع السابق الفيديو الصادم الذي نقله الأشخاص بتقنية الفول اتش دي من التضامن والمجزرة التي شاهدناها جميعا. يعني بالعكس يعني القاتل اليوم يقول لك أنا أقتل وأنتهك وأوثق وأبث، يعني ما في عندي أي مشكلة، ما عندي أي مشكلة، وثق بدقة الفول اتش دي. يعني صراحة هذه دقة وتقنية لم نعتاد عليها سابقا. ففعليا النظام اليوم يستحق أن يأخذ المركز الأول في حرية الصحافة والإعلام، يقول للجميع أنا أقتل وأرهب وأجرم وأنقل لكم الصورة، ولا أحد يعني صراحة يستطيع أن يقول لي محل الكحل بعينك يعني كما نقول. فلذلك الوضع في سوريا مع الأسف مزري ويزداد ازدراء يوما بعد يوم، إضافة لأن المنطقة
يعني المحيطة بهذه الجغرافيا، فالوضع مزري. يضاف على ذلك نور، طبعا لا نستطيع أن نخفي نقطة أخرى، يعني في المناطق المحررة والبعيدة عن سيطرة النظام يوجد مع الأسف بعض التجاوزات، والتي يعني نشهد بعضها ونسمع بعض القصص التي تؤلمنا صراحة جميعا في المناطق التي هي فعليا تحررت من سطوة النظام. فلذلك يجب دائما العمل ورعاية العمل الإعلامي حتى يستطيع أن يبقى مستقلا وحرا، والعمل دائما على تحرير تمويله. يعني نعلم دائما مع الأسف العمل الإعلامي مكلف للغاية ولا يستطيع بأجندات هو بشكل أو بالضبط. العمل الإعلامي مكلف جدا، وجميعنا ندرك هذه النقطة. نتمنى أن تستطيع المؤسسات السورية الحرة إنشاء منظومة لعمل المؤسسات الإعلامية بشتى أنواعها وأشكالها. طب نعم. هناك الكثير من التوثيقات أستاذ أحمد، يعني من خلال خبرتك في الموضوع ومعرفتك للصحفيين، هل هناك مؤسسات كانت مسؤولة بشكل أو بآخر عن تعويض هؤلاء الصحفيين الذين تعرضوا لهذه الانتهاكات أو تعويض أسرهم؟ يعني في التوثيق هناك الكثير من الجهات التي توثق، لكن هل هناك جهات أنصفت هؤلاء الصحفيين الذين كانوا يعملون لحسابها؟ مع الأسف سيدة نور، يعني كما يقال الذي يعمل في الإعلام والصحافة خاصة من هو وليد هذه المرحلة، مرحلة الثورة السورية المباركة يعني قبل أكثر من 10 سنوات، هو الحلقة الأضعف في كل هذه المعادلة. يعني مع الأسف كما تفضلتي، عندما يصفى، عندما يقتل، عندما يسجن، عندما يغيب، يعني مع الأسف، أو حتى عندما يهجر، مع الأسف نادرا ما يستطيع أن يأخذ شيء من حقه هو أو أفراد عائلته أو أسرته. يضاف على ذلك أن العديد والعشرات، أنا أعرف العشرات لربما المئات حتى لا أبالغ، يعني يوجد العشرات من الصحفيين السوريين الموجودين في المغترب في أوروبا، مع الأسف صوتهم انكفى وصوتهم انتهى، لا يستطيعون التعبير عن رأيهم سوى على أكثر من وسائل التواصل الاجتماعي بسبب عدم وجود يعني نوع من الحاضنة الصحفية الحقيقية، الحاضنة الإعلامية أو الحاضنة الثورية حتى نكون أكثر تعبيرا ودقة. يعني هل هناك تقصير من وسط الصحفيين أنفسهم أحمد في ذلك، في تعاضدهم مع بعضهم، في إنشائهم لأجسام على سبيل المثال تستطيع حفظ حقوقهم أو تنظم عملهم؟ شوفي سيدة نور، يعني طبعا الذي استطاع على سبيل المثال أن يصل إلى أوروبا أو خلينا نقول يعني إلى خارج الحدود السورية، يعني الشمالية والشمالية الغربية تحديدا، يعني لربما استطاع أن يستفيد من مناخ الحرية والديمقراطية الموجود في هذه البلدان، ويقوم بالتعبير عن رأيه، ويقوم بنشر القصص والعمل في مع بعض الصحف المحلية لربما، أو مراكز أو المراكز الحقوقية أو مراكز التوثيق، فلربما وجد لنفسه مكانا. ولكن مع الأسف ضمن منظومة الخبر السوري والخبر الذي فعلا يعني يجب أن ينتقل ويصل إلى الطرف الآخر، مع الأسف يوجد تقصير. يعني لم نشاهد مثلا مراكز إعلامية متخصصة ناطقة باللغة الألمانية، ناطقة باللغة الفرنسية، ناطقة باللغة الإنجليزية، بحيث أن تستطيع أن تؤثر على الرأي العام. لا أقول لا يوجد، طبعا يوجد، ولكن هل نحن مؤثرون؟ هذا هو السؤال الذي فعلا يجب أن يطرح دائما. أشكرك شكرا جزيلا على هذا النقاش السريع أستاذ أحمد مراد، رئيس تحرير مؤسسة النمسا انفوكرات ميديا.